عايزه اروح مع حضرتك للكونفدراليه، وكمان الماتش بتاع امبارح اللي بيراميدز وفيوتشر وتعادلوا، وده صعب جدا المجموعه، لانه تقريبا المجموعه تعقدت كده، بقى كله عنده نقطتين. شايف الفرص الصعود هتكون ازاي؟ يعني هو بالتأكيد لما يبقى في ثنائي مصر في مجموعة واحدة بنتمنى أو بيبقى دايما بنميل إن الحل الأفضل للمباراتين إن كل طرف يفوز في مباراة من اللقاءين اللي بيتواجهوا فيهم أفضل من نتيجة التعادل، لأنها بتمنح كل فريق 3 نقاط بدل من نقطتين، نقطة هنا ونقطة هناك، في يعني نقطتين إجمالا. بالتأكيد مجموعة بيراميدز وفيوتشر مش مجموعة سهلة، رغم وجود فريق ربما لا يكون معروف للكثيرين او الطرف ربما يكون الاضعف اسكو كارا التوجولي، ولكن فريق الجيش الملكي المغربي لا ينافس فقط على الصعود عن المجموعه، ولكن ينافس على التاهل، عفوا المنافسه على لقب بطوله الكونفدراليه زي ما حققها مواطنه نهضه بركان قبل كده وفاز بلقب البطوله. بالتاكيد يعني نتيجه يعني مش هنقول سيئة للفريقين، ولكن هي بالتأكيد بتدخل معاهم منافس ثالث وهو الجيش الملكي بوصوله للنقطة الرابعة وفوزه على بالتأكيد أسكو كارا بخماسية مقابل هدف في المباراة التي عقبت مباراة بيراميدز وفيوتشر. فعلا بيراميدز وفيوتشر وصلوا لنقطتين لكل منهم، كان في محاولات إيجابية من هنا وهناك، ربما فيوتشر امتلك أفضلية نسبية على مستوى الفرص الضائعة أمام المرمى، رغم أن بيراميدز هو اللي كان مبادر بتسجيل وسجل هدف مبكر عن طريق حمدي فتحي بضربة رأس، ولكن أهدر لاعبو فيوتشر العديد من الفرص. أيضا أضاع فخري لاكاير المهاجم الجنوب أفريقي في صفوف بيراميدز هدفين محققين، أحدهما من انفراد في الشوط الأول كان كفيل بأن هو يبعد فارق النتيجة لصالح فريقه، ولكن قدر فيوتشر ان هو مع بدايه الشوط الثاني يعوض ويتعادل بضربه راس ايضا، فبالتالي عادت الامور متوازنه ما بين الفريقين وظلت الفرص الضائعه مستمره ليحسب التعادل نتيجه المباراه، وهو التعادل على فكره اللي حصل ما بين الفريقين في نتيجه مباراه الدوري بينهم، تكرر على مستوى بطوله الكونفدراليه. بيراميدز بيستعد لمواجهه امام اسكو كارا التوجولي في الجولتين الثالثه والرابعه، اما فيوتشر فيتحول الى المغرب لمواجهه الجيش الملكي، مواجهه صعبه في الجوله الثالثه ثم يستضيفه هو في الجوله الرابعه. بالتاكيد كل التوفيق للثنائي المصري مش بس التاهل. بالنسبه للاهلي والزمالك كمان افريقيا يعني. بالتأكيد يعني الأهلي والزمالك مش أفضل نتائج في الفترة الأخيرة في الجولة اللي فاتت، يمكن المواجهات المصرية السودانية لم تبتسم لصالح الكرة المصرية بشكل كبير في على مستوى الأهلي والزمالك. الزمالك كان بيخوض الجولة الثانية وكان مطالب فيها بالتعويض بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد، ولكن الأداء ما كانش أفضل حاجة أمام المريخ السوداني واكتفى بتعادل سلبي في مباراة يعني مش جيدة على المستوى الفني، يمكن أهدر فيها بعض الفرص، ولكن الفريق المريخ أيضا وصل لمرمى الزمالك في عدة محاولات. نتيجة التعادل أفضل من لا شيء بالنسبة للزمالك، ولكن بتضع عليه مزيد من الضغوط في جولتين حاسمتين أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة والرابعة، بتزيد طيب من صعوبة أنا بس الأمور. سريعا محتاجة من حضرتك برضو ملخص سريع عن ماتشات الدوري المصري اللي هو بدأ الأسبوع ده في ماتشات جديدة. يعني بالتأكيد كان امبارح كان في مواجهة ما بين البنك الأهلي وسموحة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، يعني نقدر نقول انها مباريات في إطار تحسين المراكز في على مستوى جدول الدوري، خاصة البنك الأهلي يتواجد في منطقة الخطر. بنتكلم عن مباريات الثلاثاء اللي بيتواجد فيها النادي الأهلي، يمكن امام أسوان اللي يعني الباحث ايضا عن تعديل وضعه في جدول المسابقه، والنادي الاهلي يعني وضع حد لسلسله النتائج اللي يمكن السلبيه في الفتره الاخيره، مباراتين على مستوى كاس العالم للانديه، ولكن وضع طبيعي لفارق الامكانيات والمستويات، ايضا مباراه دوري الابطال امام الهلال اللي خسرها بهدف دون رد بيسعى لاستعاده الثقه بانتصار محلي. الاسماعيلي وغزل المحله وضع صعب للاسماعيلي في جدول المسابقه بيحاول ان هو يخرج من شبح الهبوط احنا اكيد هنتابع مع حضرتك دايما.
يعني كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا وأيضا كمان الكونفدرالية والدوري المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أمير نبيل الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. بنتمنى كلنا طبعا الفوز لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت السن و2000 مواليد 2003 المقامة في مصر. بنتمنى منهم التركيز ويكون عندهم شراسة هجومية علشان كمان يصعدوا لكأس العالم في أندونيسيا الصيف المقبل.